وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، خلينا وصفتنا لليوم القطايف. ما شاء الله، شايفين كيف؟ سواء العصافيري ولا المقلية، الله يبلغنا رمضان ويتقبل لنا فيه الصيام والقيام. الله يحل أيامك. هلا والله ومرحبا. أول شيء راح أبدأ فيه عجينة القطايف، وسهلة جدا وبسيطة. مكوناتها عندنا هنا 4 كاسات دقيق، وعندنا هنا نص كاسة سميد، ويفضل إنه يكون خشن، وعندنا هنا 2 ملعقة سكر كبار، وهنا عندنا 1 ملعقة خميرة ورشة ملح وكربونات الصوديوم 1/2 ملعقة. هذه هي مكونات عجينة القطايف. والآن هنا في الخلاط طبعا حطيت 3 كاسات موية. بالنسبة للكاسة الرابعة والكاسة ونص راح أزيدها بشكل تدريجي عشان ناخذ القوام المثالي للعجينة. واضطريت أحط الموية الآن عشان الدقيق لا يمسك معاي تحت فاخر الخلاط. ونحط باقي المكونات: السكر، الخميرة والملح والصوديوم، وآخر شيء السميد. والآن بعد ما خلطناهم مظبوط نتأكد انه القوام يكون بهالشكل. اذا حسيت اخف من كذا زود دقيق، اثقل من كذا زود موي. الآن راح نتركها ترتاح مدة نص ساعة كذا، نكون حنا ضبطنا الشيرة، واللي يبغى يضيف العسل بدل الشيرة برضو ماشي. عشان ابدأ في الشيرة حطيت هنا 1.5 كاسة سكر على 1 كاسة موية، واتركها على نار يعني متوسطة. اول ما تبدأ تغلي ارخي النار وخليها الى ما تثقل معايا، وبعدين راح اضيف 1/2 ليمون، 1/2 حبة ليمون، وخلاص كذا تكون الشيرة جاهزة. ولازم نتركها الى ما تبرد ونحطها برضو في الثلاجة شوي قبل ما نحط عليها القطايف. الآن بعد ما تأكدنا انه السكر عندنا ذاب، راح نعصر 1/2 ليمونة زي ما قلنا، وبضيف موية الورد او موية الكادي غطى 1، هذا اختياري. والحين ناخذ طاوة او صينية او اي شيء، اهم شيء انه يكون سيراميك او جرانيت انه ما يلصق فيها العجين. وعندنا برضو طريقتين لوضع العجين. الطريقة الأولى انك تحطها في جك مثل ذا وتبدأ تصب. طبعا لا تقعد انت توزع على شكل دائرة، انت بس حطها في نص الدائرة وهي تتوزع طبيعي بهالشكل، يعني ما يحتاج انك تقعد تلف بالجك. وننتظر الى ما تبدأ يبان فيها مثل النفاخات زي كذا، وتبدأ برضو من تحت تقلب للون الذهبي، ولا نحركها ولا شيء الى ما نشوف ان لون العجينة نفسه تغير. يعني شايفين كيف بدت الان تطلع النفاخات هذه او البلالين هذه اللي حولها، ونتركها الى ما العجينة نفسها يتغير لونها بالكامل. الطريقة الثانية عندنا نحطها في مثل هذه الضغطات اللي حقت الصوصات، نعبي فيها العجينة وبرضو نيجي ونعصر زي كذا، وبرضو نتركها الى ما توصل معانا للدرجة اللي نبغاها. يعني عندنا الطريقتين ونشوف ايش الاسهل. بعد ما نطلعها على طول لازم نحطها في صينية ونغطي عليها باي قماش عندنا، اهم شيء انه يكون نظيف وفيه له كذا شوية يعني رشة خفيفة موية لاجل انها تظل معانا طري. شايفين كيف؟ يعني ما شاء الله طرية وفي نفس الوقت لين، اقدر ايش الفها. بالنسبة للحشو انا اخترت هنا قشطة مع الفستق، وهنا اخذت لبنة مع الزعتر والسماق، هذه راح تكون حالية شوي القشطة، وهنا راح يكون حامض حلو مع الشيرة وهذا. وانتم برضو فيكم تختاروا الحشوة اللي انتم تفضلوها، في بعضهم يحشيها مكسرات، بعضهم نوتيلا، بعضهم قشطة جيمر، كل واحد على حسب الحشوة اللي هو يحبها واللي يحتاجها. طيب حنا بطريقة القطايف في طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي يسموها العصافيري،
هذه انت بتاخذ الحشوة اللي انت تبغاها تحطها بالطريقة هذه، وطبعا تبدأ بس تقفل من الاطراف، تقفل من طرف واحد بالشكل. اول ما نبدأ اصلا احنا نقفل زي كذا على طول تمسك معاك العجين بالشكل هذا، ونترك النص الثاني. ناخذ مثلا الفستق بالشكل هذا، هذا الشكل الاول. الطريقة الثانية برضو بنفس الطريقة، راح ناخذ القشطة بس هذه المرة راح نوزعها في النص زي كذا، وناخذ من المكسرات حنا بيدنا نحطها بالشكل هذا، وبعدين راح نقفلها كلها لاجل ان حنا راح نقليها. الان تركنا الزيت كذا يحمي شويتين، راح على طول ننزل القطايف، ما راح نخليها تطول، دقيقة كذا ودقيقة كذا وانتهينا، ولا يكون غزير مرة يغمرها.